السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله هذا الصباح. طالعين مراجعة خدميني، وتكلم أنا ويا العضيد عمر، سألته سؤال واحد. إحنا اللي رايحين كل واحد عنده واسطة من الناس، كل واحد جايب له واسطة. أنت بتروح مراجعة، عمر أنت من واسطتك وأنت رايح مراجعة؟ الله سبحانه وتعالى. الله واسطتك؟ نعم. الله واسطتك عند منو؟ إن شاء الله ييسر الأمور. يسأل الأمور، أكيد هو بيسأل الأمور، الله تعالى بيد الأمر، هو القيوم قائم بشؤوننا كلنا. لكن الله واسطتك عند منو؟ أدري نيتك طيبة، لكن قولك الله واسطتي يشفع لك عند منو؟ عند فلان. الله تشفع لك عند فلان؟ لا ما يجوز، استغفر الله خربته. ما أدري والله. قول بعض الناس الله واسطتي، الله واسطتك عند منو؟ إلهي وأنت جاهي، جاهك عند منو؟ شفيعي عند منو؟ تقول الله اللي بيده الأمر، الواسطة وسيط بينك وبين الذي بيده الأمر، الله تعالى بيده الأمر. فلا يتوسطك عند منه، يشفع لك عند منه، بيده الأمر، الأمر كله بيد من؟ بيد الله تعالى. فقولك يعني أنا الله واسطتك، واحد جاب له واسطة، أنا الله واسطتي، لا أنا أجعل الله تعالى نصب عيني، والأمر بيد الله تعالى. فالبعض من الناس للأسف نجد أنه ما يعرف الكلمة هذه ويقولها منتشرة، حتى بعض الناس يقولك إلهي وأنت جاهي، جاهك عند منه، جاهك عندها. السلام عليكم. سلام على حبيبي، حياك الله، مرحبا وسلام. فهذه من الألفاظ الخاطئة التي يقع فيها بعض الناس، وصلنا صفني ورا اليوكن. عمر أنت من واسطتك؟ ودي أقول أنت. أنا واسطتك؟ أخذ يقول أنا واسطة، يجوز الواسطة ولا لا؟ هذه نقولها لكم بعد إن شاء الله. وصلنا مراجعتنا، ربي حفظكم بارك فيكم.